Hello everyone, هيبقى قلبي grade 5. Let's continue connect first term. النهارده عندنا lessons 4 and 5. نقرا كلماتهم كده مع بعض. Smart. Smart. Smart يعني أنيق شيك، وسمارت برضو يعني ذكي. School uniform. School uniform. Short sleeve. يعني كم قصير. Short sleeved. Short sleeved. Checked. Checked يعني كروهات مربعات كده. Checked. Checked. الإي دي بتتنطق تي. Checked. Checked. Feast. العيد. Feast. Pale. Pale يعني فاتح. عكسها dark يعني غامق. Pale. فاتح. Dark. غامق. Pale, dark. Tie يعني الكرافتة اللي بنلبسها على البدلة، أو tie بتيجي فعل بمعنى يربط. Tie. Mexico. Mexico. دولة المكسيك، لازم M capital علشان اسم دولة. Mexico. Sombrero. 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 دي عايز اوريك شكلها، دي قبعة مكسيكية تقليدية، لازم نعرف شكلها ومعلومات عنها. اسمها sombrero. Sombrero. بص معايا كده على شكلها، دي sombrero. 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 Okay. It's a traditional Mexican hat. Sombrero. Trousers. البنطلون. Trousers. التراوزرز ده في العربي بيبقى مفرد، لكن في الانجليش اي حاجة بتتكون من جزئين كده تبقى جمع. يبقى البنطلون ده تراوزرز، هيبقى جمع دايما تراوزرز. colorful ملون. colorful. bright يعني لامع. bright. celebration احتفال. celebration جاية من verb اسمه celebrate يعني يحتفل، بقت celebration احتفال. vest. vest يعني سترة، يعني أي حاجة بنلبسها من غير كم اسمها vest. vest. linen الكتان. linen. linen. style نمط. style. silver. silver. ضم بقك في الاي ار كده. silver. silver. leaflet. leaflet منشور. leaflet. هنا student A أول طالب عندنا بيتكلم، بيقول لنا إيه؟ بيقول I really like our school uniform. أنا فعلا بحب الزي بتاع المدرسة بتاعي. Everyone wears a short sleeve white shirt. كل الناس بيلبسوا short sleeve white shirt، قميص أبيض بكم قصير. The girls wear a blue skirt. البنات بيلبسوا جيبة زرقاء. And the boys wear blue trousers. والولاد بيلبسوا بنطلون أزرق. We all have to wear white socks. كلنا لازم نلبس شراب أبيض. And black leather shoes. وشوز أسود جلد. It doesn't get very cold here. الدنيا ما بتبردش قوي هنا. But when it does, بس لما بتبرد, we can wear our blue sweaters. ممكن نلبس sweaters الزرقاء. خلي بالك معايا كده. بص انا قلت هنا a blue skirt. حلو. لكن هنا قلت blue trousers. مين يعرف يقول لي ليه انا فوق قلت a blue skirt لكن تحت قلت blue trousers من غير a؟ ها ليه فوق قلنا a blue skirt لكن تحت قلنا blue trousers؟ لما هتقول لي لان trousers جمع ما بيجيش معاه a او a. برافو عليكي، لان skirt مفرد يجي معاه a او an، لكن trousers جمع ما يجيش معاه a. عشان كده حتى بص قلنا هنا wear white socks الشراب جمع ما جبناش معاه a. shoes جمع ما جبناش معاه a.
sweaters جمع ما جبناش ايه. student B الطالب الثاني بيقول at school في المدرسة I wear a pale blue shirt. شفت قال ايه هنا عشان شيرت مفرد. a pale blue shirt قميص ازرق فاتح and dark blue trousers وبنطلون ازرق غامق. We have to wear احنا لازم نلبس a tie كرافطة معاها ايه عشان مفرد. every day كل يوم. It's dark blue بتبقى لونها ازرق غامق with light blue stripes on it وعليها stripes يعني خطوط لونها ازرق on it عليها. The girls in my school البنات في مدرستي also wear a pale blue shirt هما كمان بيلبسوا قميص ازرق فاتح. But they don't wear trousers بس مش بيلبسوا بنطلونات. They wear a blue and white checked skirt بيلبسوا جيبة زي اللي في الصورة دي بيقول لي عليها blue and white checked يعني كروهات مربعات زرقاء في أبيض. The girls don't have to wear a tie البنات مش مضطرين يلبسوا كرافات. student C الطالب الثالث أو الطالبة الثالثة بتقول our school uniform is really smart. الجملة دي هنكتبها في الباراجراف our school uniform is really smart يعني اليونيفورم بتاع مدرستي أنيق جدا. we have to wear احنا لازم نلبس a white shirt قميص أبيض with a red tie وعليه كرافتة حمراء. we wear a dark gray skirt نلبس جيبة رمادي غامقة and a blue jacket وجاكيت أزرق. student D طالب الرابع The girls and boys have different uniforms at my school. الولاد والبنات اليونيفورمز بتاعتهم مختلفة في مدرستي. The boys wear light green shorts and long green socks. الولاد بيلبسوا شورتات خضراء فاتح and long green socks وشربات خضراء طويلة. We wear white shirts. احنا بنلبس قمصان بيضاء. And we have got a dark red sweater. وعندنا sweater أحمر غامق for when it gets cold. عشان لما الدنيا تبرد. My sister's uniform is different. اليونيفورم بتاع أختي مختلف. She wears a blue skirt. بتلبس جيبة زرقاء. And a yellow t-shirt. وt-shirt أصفر. student D آخر واحد بيقول our uniform is a dark blue skirt. يونيفورم بتاعنا جيبة زرقاء غامقة for the girls للبنات or dark blue shorts for the boys أو شورت أزرق غامق للولاد. a pale blue cotton shirt قميص قطن أزرق فاتح. white socks شراب أبيض and black shoes وشوز أسود. when it's cold لما الدنيا بتبرد we wear dark blue vests بنلبس سترات زرقاء غامقة or jackets أو جواكت. I like my uniform بحب اليونيفورم بتاعي. بص ترتيب الصفات أول حاجة size المقاس بعد كده age العمر يعني في المقاس نقول big small كبير صغير old في العمر في age نقول old أو new قديم أو جديد. اللون color نقول green red white yellow. material المادة الخام cotton قطن مثلا linen كتان leather جلد دي المادة الخام. والاسم بقى اللي بنوصفه يعني هنا مثلا بيقول لك تجيب اللون وبعدين المادة الخام وبعدين الاسم. بص بيقول ايه she likes wearing white cotton clothes ملابس قطن بيضة. جبنا اللون وبعدين المادة الخام وبعدين الاسم. طب هنا small new leather bag small المقاس new جديد العمر leather المادة الخام bag الاسم الشنطة. هنا بيعلمني بقى او هنا هنختار ايه بقى مثلا يا معاذ يا مازن she wore a space dress
احنا قلنا بنجيب اللون وبعدين المادة الخام، يبقى نقول she wore a جرين كوتون. green cotton، لون وبعدين مادة خام. برافو عليك. طيب يا لارا، he had to wear an old orange hat. برافو عليكي. بنجيب العمر وبعدين اللون وبعدين المادة الخام، old وبعدين الاسم، old orange hat. يا يحيى، دعاء داد بوت مي ا، هنجيب العمر وبعدين اللون. دعاء مي داد بوت مي ا وايت وايت مش وايت احنا قلنا ايه؟ العمر وبعدين العمر اللون. الأول، العمر اللي هو العمر هنا نيو، اللي هي نيو أول واحدة، وايت نيو جلابيه. وايت، نيو وايت جلابيه. لما بتيجي تتكلم عن الملابس المفضلة my favorite clothes are، my favorite clothes are ملابس المفضلة هي كذا وكذا، يعني مثلا نقول my favorite clothes are shorts and t-shirts. I have a small new leather bag، عندي شنطة جلد جديدة وصغيرة، which is light blue، لونها أزرق فاتح. I also like linen skirts، بحب الجبات الكتان. They are my favorite، هما المفضلين عندي، because they are comfortable، لأن هما مريحين. هنا عندي Japan، India، Finland. طبعا دي countries، دول لازم تبدأ بحرف capital. هنقرأ What is the Mexican hat called؟ السؤال ده بيجي في الترتيب كتير. What is the Mexican hat called؟ اقرأه بلسانك كده وقوله What is the Mexican hat called؟ عشان يفضل معلق في لسانك، لأن الجملة دي بتيجي في الترتيب كتير. What is the Mexican hat called؟ What is the Mexican hat called؟ ماذا تسمى القبعة المكسيكية؟ تسمى sombrero. Clothes in Mexico، الملابس في المكسيك. هنتكلم عن الملابس في المكسيك، clothes in Mexico. These girls، البنات اللي قدامنا في الصورة دول، are wearing traditional Mexican dresses، لابسين فساتين مكسيكية تقليدية. Look، بص كده، they are very colorful، الفساتين بتاعتهم ملونة جدا. There are lots of colorful stripes on the dresses، يعني في خطوط ملونة كتير على الفساتين. Girls in Mexico wear dresses like these during feasts and celebrations، البنات في المكسيك بيلبسوا لبس ملون زي ده في الأعياد والاحتفالات. Mexican girls، البنات المكسيكيات، love bright colors، بيحبوا الألوان البراقة. Even when they are not celebrating، حتى لو ما كانوش بيحتفلوا، they wear bright colorful clothes، بيلبسوا ملابس ملونة وبراقة. Sorry، people in Mexico wear hats. هنا ممكن يسألني سؤال، يقول لي ايه؟ Why do people in Mexico wear hats؟ ليه الناس في المكسيك بيلبسوا قبعات؟ People in Mexico wear hats to protect their faces from the sun، لكي يحموا وجوههم من الشمس. This is a sombrero، اللي قدامنا في الصورة دي اسمها sombrero. ايه بقى السومريرو دي؟ It's a traditional Mexican hat، It's a traditional Mexican hat، It's a traditional Mexican hat، هي قبعة مكسيكية تقليدية. There are lots of different styles of sombrero، في أنواع مختلفة كتير من السومريرو دي. Some have stripes، في بعضها بيبقى عليه خطوط. And some are very colorful، وبعضهم بيبقى ملون جدا. Some even have gold and silver on them،
حتى ان في قبعات منها بيحطوا عليها ذهب وفضة. لما نيجي هنا نحل على الجزء ده، بس في الاول انا عايز اعلمك تكتب عن school uniform. ف hold your pen، امسك قلمك وتعالوا نكتب عن my school uniform. هكتب على اليونيفورم بتاع مدرستي اول جملة، بسيب حتة فاضية في الشمال واقول الجملة دي على طول: Our school uniform is really smart. يونيفورم مدرستي فعلا أنيق. Our school uniform, our school uniform is really smart. Our school uniform is really smart. يا رهف، السكول يونيفورم بتاعكو عامل ازاي يا رهف؟ لا بتلبسوا ايه وايه؟ A dark pink قولي لي t-shirt, بالعربي بس الاول. a shirt لونه pink, تيشيرت لونه بينك، تمام. والبنطلون لونه كحلي. والبنطلون لونه كحلي. اوكي، يبقى هنقول كده: The girls have two. The girls have two. يعني البنات لازم wear a pink shirt. Wear a pink t-shirt. The girls have to wear a pink T-shirt and dark blue trousers. بنطلون أزرق غامق كحلي يعني. And dark blue trousers. طيب ناخد حد من الولاد يقول لنا اليونيفورم بتاعه. قول لنا صهيب، اليونيفورم بتاعكو شكله ايه؟ صهيب Yes. قول لي اليونيفورم بتاعكو شكله ايه؟ قميص أبيض وبنطلون أزرق. قميص ابيض وبنطلون ازرق. اوكي، يبقى نقول the boys have to wear. الولاد لازم يلبسوا. The boys have to wear. طبنا الجزء ده انا كده كده هصوره لك وهحطه لك على الجروب. The boys have to wear a white shirt. قميص ابيض زي ما قال لي صهيب. A white shirt. And blue trousers. بنطلون أزرق. Blue trousers. كلنا بقى يبقى نقول everyone wears white socks. نلبس شراب أبيض. and black leather shoes. وشوز أسود جلد. and black leather shoes. وفي الآخر أقول I like my school uniform. أنا بحب يونيفورم المدرسة بتاعتي. I like my school uniform. I like my school uniform. نجيب بقى شباب
الكتاب مع بعض كده وناخد عمر محمد صلاح يقول لنا نمبر 1. اسمه she has a She has a space skirt. دايما نقول اللون وبعدين المادة الخير. red cotton. يبقى she has a red cotton. برافو red cotton. اللون وبعدين المادة الخام. Red cotton. The girl bought a اشترت ايه يا علاء؟ New hat. The girls bought a small mug. ممتازة. A small new hat. بنجيب فعلا المقاس او الحجم الاول وبعدين العمر. يا لما I like It's your عم محمود smart style. You look great. I like your space style. You look great. smart برافو عليكي. I like your smart style. أنا حبيت أو عجبني ستايلك الأنيق. You look great. شكلك جميل. يا يوسف the sombrero is a traditional Mexican. بس يا عمر هات the sombrero is a traditional Mexican hat. برافو عليك. يا مازن he wears a short sleeve shirt. برافو عليك. he wears a short sleeve shirt. هو بيلبس قميص بكم قصير. يا لارا my tie is My tie is light blue. برافو عليكي. الكرافتة بتاعتي لونها أزرق فاتح. My tie is light blue. يا رهف the girls and boys have different uniform. good job. البنات والولاد عندهم يونيفورم مختلف. رؤى بدر we wear sweaters. We wear sweaters in the winter. برافو عليكي. in the winter بنلبس سويترز في الشتاء. هنسمع لارا وهي بتقرا لنا الريدنج. Girls in Mexico are wearing traditional Mexican dresses. They are very colorful. There are lots of colorful stripes on the dress. They wear them during feasts and celebrations. Mexican girls love bright colors. People in Mexico wear hats to protect their faces from the sun. It's called sombrero. 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 It's a sombrero. Sombrero. It's a traditional Mexican hat. There are lots of different styles of sombrero. Some have got stripes and some are very colorful. Some even have got gold and silver on them. Thank you so much. برافو عليك. هنا شباب قال لي girls in Mexico البنات في المكسيك are wearing traditional Mexican dresses لابسين فساتين مكسيكية تقليدية. They are very colorful. هم ملونين. مين هم دول البنات ولا الفساتين؟ dresses اكيد الفساتين عشان لما يسألني عن they دي بتعود على مين او بتشير الى مين نفتكر ان هي بتتكلم عن المكسيكان dresses. There are lots of colorful stripes on the dresses. الفساتين عليها خطوط ملونة كتير. They wear them during feasts and celebrations. بيلبسوهم في الاحتفالات والأعياد. Mexican girls love bright colors. البنات المكسيكيات بيحبوا الألوان البراقة. People in Mexico wear hats to protect their faces from the sun. الناس في المكسيك بيلبسوا القبعات عشان تحمي وشوشهم من الشمس. It is called sombrero. بتسمى القبعات دي sombrero.
It's a traditional Mexican hat وهي قبعة مكسيكية تقليدية. There are lots of different styles of sombrero. والسومبريرو دي القبعة دي في منها ستايلز مختلفة كتير. Some have got stripes في بعضهم عليه خطوط and some are very colorful بعضهم ملون. Some even have got gold and silver on them بعضهم بيبقى عليه ذهب أو فضة. فأنا لما هسأل مثلا جنات أقول لها they refers to إيه يا جنات؟ احنا قلنا لما اتكلمنا عن they are very colorful هم ملونين. مين اللي ملونين، البنات ولا الدريسز؟ dresses الفساتين هي اللي ملونة dresses. بقى they هنا قصده they are very colorful يعني هم ملونين، قصده على الدريسز الفساتين. يلين people in Mexico yes, wear hats to protect their faces from the sun. برافو عليكي. الناس في المكسيك بيلبسوا هاتس عشان تحمي وشوشهم من الشمس. What is a sombrero يا آسيا؟ آسيا جت؟ طيب نسأل عمر. What is a sombrero؟ ايه هو السومبريرو؟ ايه هي السومبريرو دي؟ Sombrero is a Mexican hat. It's a traditional traditional Mexican Mexican hat. برافو. It's a traditional Mexican hat. قبعة مكسيكية تقليدية. يبقى what is a sombrero؟ It's a traditional Mexican hat. It's a traditional Mexican hat. يعني مستر حضر، يعني لو جالي في الامتحان سؤال بيقول what is a sombrero أقول له it's a traditional Mexican hat. It's a traditional Mexican hat. بالضبط كده. طيب ملك خالد هنسألها نقول لها what are the different styles of a sombrero؟ ايه هي الستايلات المختلفة للسومريرو؟ بصي لي كده في التكست قولي لي. Some yak. Got stripes. Got stripes. بعضها عليه خطوط. And some. Are very colorful. وبعضهم ملون جدا. And some even. Have silver and gold on them. أو gold and silver on them. برافو عليكي جميلة يا ملك. يبقى what are the different styles of sombrero؟ ايه هي الستايلات المختلفة بتاعتها؟ some got stripes في بعضهم عليه خطوط. and some are very colorful بعضهم ملون جدا. and some even have silver and gold on them حتى ان بعض منها عليه ذهب وفضة. اجي اسأل صهيب أقول له رتب لي نمبر 1. My favorite يا صهيب. My favorite clothes. قلنا اسمها clothes. ما نقولش clothes. My favorite clothes. Are. Cotton shirts. برافو عليك يا صهيب جميل. My favorite clothes are cotton shirts. My favorite clothes are cotton shirts. ملابسي المفضلة القمصان القطن. خاصة من عند كوتوني. نعمل إعلان. فين حنين؟ يلا حنين. شي me
wearing he wears she wears هي ترتدي he wore green green لازم dress الأول dress green العمر a new a new dress green dress green green dress cotton 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 dress dress. بص حبيبة قلبي، احنا قلنا في ترتيب بنعمله للصفات اللي بنوصف بيها الاسم، الاسم هو الفستان dress، نجيب قبله العمر new او old قديم ولا جديد، نجيب بعده اللون green red yellow، نجيب بعدها المادة الخام cotton قطن linen كتان leather جلد، دي المادة الخام. يبقى ده ترتيب الصفات علشان ارتب صح. She wears a new green cotton dress. بعد كده مين اللي ما تسألش يا جماعة؟ أنا مش قول، ما تقولش أنا انا، اقول اسمك عشان انا ما أنا بعرفش انا مين. معاذ اتفضل يا معاذ معاذ محمود رتب دي. these are girls these girls هؤلاء wearing الفتيات are علشان جمع are wearing wearing لابسين dress لا نقول Mexican dresses فساتين مكسيكية Mexican dress. Mexican dresses. أنا يا مستر بقى ما جاوبتش. أنا يبقى أيس. نقول the girls are wearing Mexican dresses، الفتيات يرتدين فساتين مكسيكية. مين اللي بتقول ما قلتش اتفضلي قولي؟ أنا أيس. اتفضلي يا ايسن. He made new He made new black black leather shoes. leather shoes. انت ممتازة يا ايس. He made new black leather shoes. برافو عليك يا حبيبتي، رتبت صح جدا. جابت العمر الاول new ولا old قديم ولا جديد، جابت اللون color black yellow red، جابت المادة الخام leather قلنا جلد او linen كتان او cotton قطن، وبعدين الاسم في الاخر. جميلة قوي يا ايس. مين هيعمل لي punctuation للجملة دي؟ ناخد لين. We wear jackets when it's cold. نعمل ايه يا لين؟ W capital بداية الجملة. We wear نحن نرتدي jackets when it's cold عندما يكون الجو بارد. طب ما قلتليش يا لين هنهيها بإيه يا لين؟ period period نقطة، لأن دي جملة we wear jackets when it's cold، والباراجراف أنا اديته لكم هتكتبوه. مثلا هنكتب عن close in Mexico، يلا بينا ده نكتب close in Mexico مع بعض، الملابس في المكسيك، وقلنا نقول دايما close مش closest، كلوز الملابس كلوز. تعالوا نكتب عن كلوز ان مكسيكو. كلوز ان مكسيكو ممكن نقول يا شباب ان البنات في المكسيك بيحبوا يلبسوا الوان براقه، يبقى girls in Mexico girls in Mexico البنات في المكسيك girls in Mexico like to wear bright colors بيحبوا يلبسوا ألوان براقة. girls in Mexico like to wear colorful clothes. خلينا نقول bright colors أحسن.
like to wear بيحبوا يلبسوا برايت كولرز الوان براقه. Girls in Mexico like to wear bright colors. They wear colorful clothes of colorful dresses. They wear colorful dresses. بيلبسوا فساتين ملونة. For celebrations and feasts. الاحتفالات والأعياد. For celebrations and feasts. الاحتفالات والأعياد. ونقول بقى إن الناس في المكسيك بيلبسوا قبعات. People in Mexico. People in Mexico. الناس في المكسيك. People in Mexico wear. ممكن أمثل حاجة؟ hats. بيلبسوا قبعات. ليه بيحبوا يلبسوا قبعات؟ To protect their faces from the sun. لكي تحمي وجوههم من الشمس. To protect their faces from the sun. To protect their faces from the sun. عشان يحموا وجوههم من الشمس. They are called sombrero. القبعات دي بتسمى sombrero. They are called sombrero. الجملة اللي بنقولها كتير. It's a traditional Mexican hat. It's a traditional Mexican hat. هي قبعة مكسيكية تقليدية. It's a traditional Mexican hat. Sombrero has different styles. نقول إن ليها أشكال مختلفة. نعم يا حبيبتي. Sombrero has different styles. أول كلام ده أنا أنا مش سامعك. الكلام ده هنكتبه في الباراجراف. ايوه ما انا كتبتهولك وهبعتهولك على الواتساب جروب لان ده لازم نحفظ منه اقل حاجه 5 جمل. ده عن people in Mexico. الناس في المكسيك او clothes in Mexico. الملابس في المكسيك. هتيجي سعادتك هتجيب لي البوكلت بتاعتك. اخر بيج كنا واخدينها في البوكلت كام؟ 58. تعالوا كده مثلا نسال هنا. قولي amazing كده. Our school space is really smart. We have to wear a white shirt with a red tie. Uniform. Uniform. Our school uniform is really smart. اليونيفورم بتاعنا أنيق جدا. يا يوسف. At school, I space a blue t-shirt. خمس دقايق. I wear. برافو عليك. At school I wear a blue t-shirt. Lara. My favorite space are shorts and t-shirts. My favorite clothes are short and t-shirts. Good clothes. نبيت انا على النقطة دي يا جماعة. الملابس اسمها clothes مش clothes. 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 Okay. احنا مكتوبة كده. عمر. Mexican girls love bright colors. Yes. بيحبوا يلبسوا الألوان البراقة. حنين. People in Mexico wear hats too. People in Mexico wear hats protect
to protect their faces عشان يحموا وجوههم from the sun. برافو عليكي. رؤى بدر. There are lots of there are lots of stripes. برافو عليكي. There are lots of stripes. يوجد الكثير من الخطوط on the Mexican dresses على الفساتين المكسيكية. Aisel, at school I wear a... At school I wear a uniform. A uniform, yes. ملك خالد هترتب. She wears a green dress. A green dress. برافو عليكي. هي بتلبس فستان أخضر. She wears a green dress. رهف. I wear a school uniform. I wear a school uniform. Yes. برافو عليكي. I wear a school uniform. جنات. حاضر يا حبيبي. جنات تقوله بعدين انت. مستر ما قلت. حاضر اللي ما قالش يقول. جنات مكسيكان. علي صوتك شوية. مكسيكان جيرلز لاف bright colors. البنات المكسيكيات love bright colors, بيحبوا الألوان البراقة. Thank you جنات. مين كان بيقول ما قلتش؟ أنا مستمعون. مين من البنات بتقول ما قلتش؟ لين. مين؟ لين. قول يا لين. مستر They are colorful. They are colorful. اعملي punctuation يا عمر. الام تبقى capital. Mexican. الام capital. Mexican. Girls love bright colors. Love bright colors. وبالاخر احط بري. period. برافو عليك. هيبقى عندنا شباب بقى هوم ورك امتحانين على اليونت سامبل 1 وسامبل 2. هتحل الامتحانين دول وتبعتهم لي على الواتساب جروب علشان اشوف الشطار بتوعنا كده ونراجع الايه الحاجات الباراجرافس بتاعتنا موجوده في نهايه اليونت اهو كده. مستني منكم ان شاء الله تبعتوا لي الريدنج ونحل التو تيستس الامتحانين وكده. Our session has come to the end, and when we finish, we always say goodbye.